البطوله دي طول عمرها بيست اوف 3 ما عدا الفاينل بيبقى بيست اوف 5. بتبقى صعبه طبعا بالنسبه لنا على اللعيبه كلها لان بيبقى البريشر فيه اكتر من اي بين بيست اوف 5. زي انا شايف النهارده مثلا كنت كسبان 2 لوف وكنت ممكن اخسر عادي 3-2. رنيم كان خسران 2-0 كسبت 3-2. فلو بيست اوف 3 كان الماتش كان زمانه انتهى. فده جيم وده جيم تاني، بس بتبقى صعبه على اللعيبه شويه، بتبقى بريشر اكتر، بس خصوصا ان هي مش بتعملش كتير في السنه، يعني بيبقى في بطوله او اتنين بس في السنه. هي كده في الاول وفي الاخر الحمد لله ان هي مشيت، ان انا لعبت مع محمد الشرباجي ده انا اكسب جيمين، ده انا اكسب فاينل برضه الحمد لله. لعب في مصر ليه مميزات كتير، اهمها الجمهور المصري ان هو بيجي وبيشجعك، بالذات لما تبقى تلعب مع حد مش مصري بيديك الدافع اللي انت محتاجه في النقط الصعبه في المباراه زي النهارده بالذات. مبسوطه جدا ان انا قدرت اكسب النهارده الحمد لله، كانت مباراه صعبه جدا بس مبسوطه ان انا قدرت اكسب. يعني الشوط الاول ما كانش احسن حاجه بالنسبه لي طبعا، بدايه وحشه مني، بطيئه جدا مني، وهي كانت مركزه قوي وكان عندها خطه بتنفذها كويس جدا، وانا اللي ما عرفتش اطلع من الزنقه اللي كنت فيها بسرعه. يمكن تاني جيم ابتديت الاقي حلول وطلعت، كنت كسبانه 4-0 و7-6 وكنت فارقه في سكور. ضيعت الجيم ده برده مني، بس ما رضيتش ان انا اخسر بالشكل ده، قلت هدوس على نفسي وهعمل عليا واشوف ايه اللي هيحصل. متعود من رنيم على كده الصراحه يعني، فانا ما فقدتش الامل. بعد 2-0 كنت حاسس ان لا لسه عندها فرصه انها ترجع، ولما ظهر عليها انها فائت في ثالث جيم انا يعني نوعا ما اطمنت وحسيت ان شاء الله انها هتعرف ترجع. يعني اتفرجت على ماتشات لكريم وابو الغار كتير قبل كده، وهو دايما بيبقى ماتش صعب لانهم الاثنين مستويات متقاربه جدا والاثنين لعيبه موهوبين، فطبعا الماتش هيبقى فيه نديه جامده وطبعا هيبقى فيه احتكاكات يعني.